السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أتم الصحة والعافية. اليوم غنتشارك معكم منين خديت البابوش. فالفيديو اللي كنت نزلته الخاص بتحضير المرق ديال البابوش أو الغلالة، فقلت ضروري أنني نشارك معكم الأماكن اللي خديت منها أو الأشجار أو النباتات اللي كان عليها البابوش أو الغلالة، بس تعرفوا المنافع اللي فيه. وتبارك الله راه يعني اعشاب متنوعه وكلها الى قلبنا فغادي نلقاوها انها اعشاب طبيه. هذه هي شجره الرمان، كانت فيها كميه كبيره، خدينا منها المره من قبل ومازال فيها كميات كبيره. يعني هنا ثلاثه الاشجار ديال الرمان، كل وحده تبارك الله فيها كميه كبيره من الببوش أو الغلالة. وهنا ببوش أو الغلالة كاين في المريوت، شفتو تبارك الله الحجم ديالو كبر. وهادو البذور ديال المريوت، لأن هذا صافي نشفات. تبارك الله كانت كمية كبيرة منها، وخدينا منها كمية كبيرة من الببوش. دابا هنا من بعد ما خدينا منها، وهذه أشجار الميموزة، هذه مازال يلاه شجيرة صغيرة. كاين كذلك في أشجار التين، غدا نوريه لكم. شوفوا تبارك الله الكمية ديال المريوت اللي بزاف ما تيعرفوش القيمة ديالها العلاجية، ومذاقها راه مر جدا. غادي نشارك معكم في نهاية الفيديو. هذه هي الحجة، بالنسبة للناس اللي ما تعرفوش الحجة او نبات الحجة، هو هذا. ما غاديش ناخذ الببوش ديالو لانه مر بزاف، يعني قلت المريوت مرة ولكن الحجة راه اكثر مرار من المريوت. فكتشوفوا الكيمياء اللي موجوده على الشجره، فاللي عنده قوه تحمل ديال المذاق ديال المرار فممكن انكم تاخذوه وتوجدوا به حساء الببوش، ولكن المرق غادي يكون مر جدا. هنا الببوش في اشجار التين، راه سبق وخدينا منه. دابا تنوريكم غير الاماكن اللي باقي فيها مازال ببوش. هنا كان في بدايه فصل او موسم التين، فمازال ديك الساعه ما نضش الباكور. وهذه شجره ميموزا شويه كبيره، كيبان لكم الببوش فيها او الغلاله. شوفوا تبارك الله، دابا ملي تنبغيو ناخذوه غير تنهزوها شويه بيدينا صافي، تيطيح مباشره في الاناء اللي تتجمعوا فيه. يعني حتى في الطريقه ديال الجمع ما فيش مجهود. وهذه هي الوقت المناسب ديالو، هو شهر 8، انكم لقيتوا ببوش تبارك الله راه موجود في الطبيعه، يعني في الشوك، في موجود. وهنا في الدالية ديال العنب، هنا تاني واكل الاوراق ديال العنب. فتخيلوا معايا المرق اللي غادي يوجد به هذا الببوش، كميه الفائده اللي فيه، اضافه الى التوابل والاعشاب اللي كنضيفوها ليه، فهو في حد ذاته راه علاج ما شاء الله. والمذاق راه فعلا مر، غير هو اللي تيبغي الحار او ما يحسش بالمرار. فهي باش قلت لكم انكم تضيفوا الهريسه، يعني اللي ممكن انه يتحمل الحار وما يتحملش المرار. هنا كان العنب مازال ما طابش، والببوش راه تياكل غير الاوراق، يعني ما تيوصلش للثمار. وهذه هي المنفعه اننا نكونوا دائما مع يعني في علاقه مباشره مع الطبيعه. يعني هنا علاش غادي نحتاجو اننا نستعملو مبيد
للببوش لانه تيستعملوه، فعوض اننا نستهلكوه يعني نجمعوه ونستهلكوه. وهذا هو للاسف اللي كان يعني حرب ضد الطبيعه. وهذه هي الحصيله ديال اليوم، وكملناها باتاي او كاس داتاي او برد داتاي على الحطب. وصراحة الطهي او الطياب على الحطب غير مكلف نهائيا، يعني كمية قليلة من الاعواد اللي كتكون موجودة في الارض، يعني ما غاديش ناخذوها من الشجر اللي كتكون في الارض. كناخذوا عود او عودين، هنا تقريبا جوج الاعواد قسمناهم عمروا لنا جوج البرارد، يعني عمرنا البرارد الاول ديال اتاي وكملناه. تخيلوا معايا المذاق ديال اتاي طيب على الحطب وريحه الدخان ومذاق التدخين اللي في اتاي، فتيجي صراحه مختلف على اللي تنوجدوه في الدار طبعا. والجو ديال الطبيعه فكانت رائعه، والفول طيب وهاري اللي ما يمكنش تستغناو عليه في المنطقه مع كاس ديال اتاي. فوجدنا اتاي جوج المرات او ثلاثه المرات اللي وجدنا اتاي. هذه هي المريوت، كنت جمعت كميه منها في فصل الربيع ملي كانت مازالها اوراق، هي هذه نشفتها في الظل، دائما في الظل مجرى هواء وما تكونش رطوبه، يعني ممكن انكم تحلوا الشرجم وتبعدوها على الشمس وتخليوها، يعني تسرحوها في منديل او في طبق كيف هذا وتخليوها تنشف على خاطرها، ما كتاخذش مده طويله. وهذه من بعد ما دارت هذوك الكبالات اللي كنقولوا الفوق، وما هادو ولا تفكرتوا اللي كيمشيو للطبيعه او البلاد، فهادو دائما كنا كنلقاوهم في الحوايج ديالنا في السراول لتحت، دائما كتلصق بحال الشوكه. فمن بين هذيك الاشواك كتكون هذه ديال المريوت. هنا من بعد ما تنشفات تماما، هي في الاصل راه نشفات في الطبيعه، فغير خديتها وجبت مازال نشفها مزيان باش تبقى تستعمل على مدار السنه. هنا غادي ندوزو المشروب ديال المريوت، هي راه مره بزاف بزاف بزاف، يعني ما يمكنش تخيلوا المرار اللي فيها. والمرار راه حتى هو عنده الفوائد ديالو خاصه للجهاز الهضمي، فهو تينفع بزاف. فغادي نخلي لكم رابط الخاص بمريوت في قناه دكتور محترم واستاذنا كاملين، فغنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف مع رابط الببوش او طريقه تحضير الببوش في صندوق الوصف اللي موجود بالقناه ديالي. وغير بغيت نقول لكم ان الماء، كميه الماء اللي استعملت في المرق 4 لتر، اما اللي سمعت الفيديو سمعت بانها ربع لتر، لا راها 4 لتر صافي. هنا كبيت عليها الماء مغلي، في الغالب دائما تنغطي الكاز ديال او الكوب كنغطيه حتى تدوز 10 دقائق 15 دقيقه، وعاد تنشرب هذاك المشروب اللي وجد. فهنا ممكن انكم تخليوها حتى تطلق، وهذا هو بعد ما دازت عليها تقريبا ما بين 10 حتى 15 دقيقه. ويفضل ما عندوش دواء يتناولها في الصباح على الريق، ومن بعد يتناول وجبه الافطار. بالنسبه للمقدار فهو هذيك الكباله ونصف اللي كتكون اللي هادو اللي كيبان لكم في الشاشه، كباله ونصف. ممكن تبداو غير بالنص حتى تولفوا هذاك المذاق ديال المروره، ومن بعد كتوصلوا لاقصى حد هو كباله ونص. ان شاء الله يكون هذا الفيديو عجبكم وعجبكم المحتوى ديالو، وما تنساوش تمشيو للقناه، الرابط الاول هو اللي غتلقاوه، اول رابط غتلقاوه في صندوق الوصف، غتلقاوه بالتفصيل المنافع ديال المريوت. ومن بعد الرابط الثاني غادي تلقاوه هو طريقه تحضير الببوش. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ونتلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.